اهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر والذي نخصصه للمملكة العربية السعودية التي وصلتها احتفالات هالوين. شو علاقة السعودية بهالوين؟ عيد وثني كما يقول الـ 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 يعني المختصين أو مسيحي، وعيد تجاري تغلب عليها أيضا الصفة التجارية والتنكر وما إلى ذلك. شو علاقة بلاد الحرمين، هذا البلد العربي المسلم، بهكذا احتفالات؟ أما أن السعودية باتت مفتوحة لكل مهبة ودب، يعني لا هوية ولا لون ولا رائحة. على فكرة البلد اللي يحتفل بكل أعياد الدنيا هو بلد بلا هوية بلا عنوان. يعني يتصور بعض العرب يتصوروا والله يا أخي بدنا نرقص ونغني نحتفل بكل احتفالات الدنيا. لا حبيبي، ليش الغربيين ما يحتفلوا معك بعيد الأضحى وعيد الفطر؟ لأنه يعني يحترموا أعيادهم. فليش أنت إذن تقلد؟ إمعة، ما عندك هوية، ما عندك دين، ما عندك ثقافة، وإلا متفسخ، فقدت كل شيء. على كل حال، حديثنا الليلة عن هذا الهالوين. عيد الهالوين أيها السادة، أو عيد جميع القديسين، هو عيد يحتفل به في ليلة 31 من أكتوبر في العديد من دول العالم. تتضمن احتفالات عيد الهالوين ارتداء الجميع الملابس التنكرية من كبار وصغار لكي لا تعرفهم الأرواح الشريرة كما يعتقد، حيث تقول الأسطورة بأن كل الأرواح تعود في هذه الليلة إلى الأرض وتسود وتموج حتى الصباح التالي من العيد. يعتقد بأن عشية جميع القديسين احتفال مسيحي متأثر، أو هذا العيد يعتقد بأنه احتفال مسيحي متأثر بشكل كبير بتقاليد مهرجانات الحصاد في ثقافة القلطية، مع احتمال وجود جذور وثنية. هناك من ربط حتى هذا العيد أيضا بالحضارة الفرعونية القديمة، لكن لا أدري الحقيقة مدى الدقة في ذلك. يعد الهالوين مناسبة ثقافية يحتفل بها حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا والمملكة المتحدة وأستراليا. لم يذكر اسم السعودية. السعودية إذن دخلت على هذا العيد ربما بالغلط كما يقال. ما الذي أدخل إذن هذا العيد المسيحي أو الوثني إلى بلاد الحرمين؟ فقد أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض المثير للجدل بالمملكة العربية السعودية حفلة تنكر وصفت بالمرعبة أو هالوين، وبأزياء فاضحة إلى حد ما تعكس ما وصلت إليه البلاد المقدسة في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان ووالده، كما يقول نشطاء على صفحات التواصل. تحت وسوم مثل ويكند الرعب وزي الشر، نشر سعوديون صورهم وهم يرتدون أزياء تنكرية مرعبة خلال فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه. علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه في فيسبوك أن الأجواء فوق الخيال في ويكند الرعب كما أسماه، وأضاف اللي ما جاء اليوم يجهز الزي التنكري ويجي بكرة. فرحان السيد تركي آل الشيخ يبدو بهذه الاحتفالات. تفاعل سعوديون عن هذه الاحتفالات بكثير من الانتقاد وحتى الغضب. أحدهم ويدعى العتيبي علق قائلا: صرنا نقلد بكل شيء حتى بالهالوين، أتمنى أن يتم إغلاق هذا الموسم القذر الذي شوهت فيه صورة السعودية بالتحرش وقلة الحياء والدين كما قال. وقال آخر: المجتمع حفلة تنكر كبيرة، كل من بها يستر وجهه بقناع. وخاطب ثالث المشاركين بحفل التنكر: هل أنتم راضون على أنفسكم؟ راضون أنكم مسلمون وتحتفلون بعيد وثني؟ وعقب أيضا الدكتور هزاع أبقرين قائلا: تاريخنا السعودي ثري جدا بالشخصيات المبهرة التي ساهمت في بناء وطننا ورسخت هويتنا الوطنية حتى استطعنا المنافسة بها عالميا. هذه التصرفات لا تليق بمجتمعنا السعودي العظيم كما قال. السعودية إذن احتفالات هالوين في الرياض تثير الاستغراب بين الترفيه والتلهية والخروج أيضا عن ثوابت البلاد وهويتها وثقافتها. ما علاقة السعوديين بمثل هذه الاحتفالات
ومن يجر السعوديين إلى احتفالات تخص الوثنيين والغرب المسيحي وتبعد السعوديين عن ثقافتهم وتراثهم، يتساءل نشطاء. السعودية واحتفالات هالوين بين الترفيه المباح أو الغير مباح لا ندري وفقدان الهوية. دعونا نتابع بعض المشاهد التي وصلتنا من بعض المتفاعلين على السوشيال ميديا. نتابع إذن هذه المشاهد من الرياض أيها السادة، ليست من لندن ولا من واشنطن ولا من أستراليا، هي من الرياض العاصمة العربية الإسلامية. نتابع. يعني لو اقتصر المشهد في الرياض أو في السعودية كلها على هذا المشهد، أنا شخصيا لا أفرق بين واشنطن والرياض، ولكن يعني على كل حال يبقى دائما في البلاد خير كثير. ولكن لماذا بات طيف من السعوديين والمشرفين طبعا على أحوال السعوديين، تركي آل الشيخ ومن معه، لماذا باتوا ينجرون خلف الثقافة الغربية الوثنية وتقليد مثل هذه الاحتفالات؟ هل هو شعور بأنه هويتك لا تكفي؟ شعور بفقدان الهوية؟ شعور بالتفسخ والانحلال؟ أم ماذا بالضبط؟ هل إذا كنت أنت راغب في يعني تنويع مصادر الرزق للبلاد، يعني لأن السعودية الآن عاملة حالها تستثمر في السياحة، هل تستثمر في السياحة بتحريف هوية البلد وصورتها وعنوانها أم ماذا بالضبط؟ يعني الغربيين، هناك دول غربية سياحية جدا، هل تحولت إلى الإسلام حتى جاءها السياح أكثر أم ظلت على ثقافتها وهويتها وقوانينها؟ لا أدري، لكن سؤال الحقيقة، هذا الوجه الذي رأيناه منذ قليل ماذا يمثل بنظركم؟ سنعود للجمهور على كل حال، ولكن نرحب بضيفنا للتعليق حول هذه الاحتفالات في الرياض. ينضم إلينا الأستاذ أحمد الشيبة المستشار التربوي من لندن. سيد الشيبة مساء الخير، تابعت معنا هذه المشاهد ولعلها موجودة طبعا على العديد من الصفحات في التواصل الاجتماعي، ما تعليقك في البداية؟ حقيقة ما يحصل على أرض الحرمين هو أمر مؤسف جدا، ويعني يتألم له قلب أي غيور على هذا البلد، لأنه هو يعني فيه توجه واضح نحو تجريف الهوية، وهي هوية البلد وهوية المجتمع السعودي الذي هو يعني معروف بتدينه في الأصل. ولذلك نحن نرى يعني عمل موجه وواضح، ليس لأحد يعني غبش في هذا الموضوع، أن هناك توجه نحو تغييب الهوية الإسلامية، بل إن يعني كلمة تغييب هي كلمة بسيطة، وإنما هي تجريف للهوية. وكما هو واضح فإن القائمين على هذا العمل واضح أن أعمالهم الباقية هي متجهة نحو يعني نفس الاتجاه، يعني ما تستطيع أنك أنت تقول والله أنا أحسن النية، يعني فقط العملية عملية تسلية وعملية يمكن حتى البعض يعزيها للتجارة بأن هي أصبحت عملية تجارية أو سياحة كما تفضلت قبل قليل أستاذ صالح، لكن القضية هي أكبر من ذلك بكثير، فهناك أوجه للتجارة أكبر من ذلك. ولعل إذا نتكلم عن دولة يعني مثل السعودية، هي لا تحتاج حقيقة لهذا النوع من التجارة أو من السياحة، فهي يعني غنية بالبترول وتعتبر يعني الأولى عالميا، يعني إذا ما قارناها ببقية الدول، فلا تشكل لها هذه المداخيل أي شيء أمام دخل البترول. هو السيد الشيبة الحقيقة مثل هذه المشاهد وصاحبتها، على فكرة نحن لم نعرض كل المشاهد، هناك مشاهد حتى
فيها عوري وفيها ربما لباس شف يعني يظهر مفاتن الجسد. هناك صور غريبة على مجتمع محافظ، على مجتمع مسلم، على بلاد الحرمين بالذات، لأن البعض يقارن، لكن بلاد الحرمين بالذات الحقيقة لم تعرف مثل هذا هذه المشاهد وهذه الاحتفالات، هي حديثة عهد بهذه الموجة. يعني هل برأيك هو توجه من تركيا للشيخ ومحمد بن سلمان ومن معه، أم ربما هناك علاقة بأطراف غربية، وربما هناك من يضع حتى إسرائيل في النص؟ يعني هو حقيقة يعني اليوم حينما تلتقي الأهداف وتلتقي يعني تلتقي الهوى أيضا يعني والرغبات، فلا يمنع ذلك من أن هذا توجهين موجودين، ولا يمكن أصلا للتوجه الغربي أن ينجح أو توجه للكيان الصهيوني أن ينجح على أرض الحرمين سوى أن القيادة تكون هي أصلا الداعمة لمثل هذا الأمر. مثل هذه المظاهر، مظاهر الانسلاخ من الهوية والتصرفات السلوكية التي هي مخالفة للقيم، كما تفضلت هناك صور وفيديوهات لم تعرض لأنها تخدش الحياة أو أنها يعني مخالفة شرعا، والغيرة تدفع الإنسان إلى عدم نشرها خاصة أنها من بلاد الحرمين. فهنا يعني يتضح بأن القضية ليست قضية تأثر، يعني مش مجموعة من المجتمع كما كنا نرى سابقا بأن هناك محلات مثلا تقوم ببيع، تجار يبيعون أشياء هي مخالفة، أو يقوم مجموعة من الشباب بتصرف أو سلوك هو مخالف. لا، هذا توجه حكومي، توجه قيادة مدعوم ماليا مدعوم سياسيا، إلى درجة أننا يعني إحنا يعني لازم ننظر إلى المشهد أيضا من ناحية أن السعودية أو بلاد الحرمين كانت دائما ما تتصدر قضية الفتوى حول أي شيء من نوازل العصر. يعني نحن نتكلم عن أنه أي احتفالات أو أي أشكال، يعني إحنا كان مصدر تحريم الكريسماس الاحتفال بالكريسماس، مصدر تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، تبديعه وكل هذه الأمور هي السعودية، هي مشايخ السعودية. طيب هنا 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 يعني هنا سؤال يعني يطرح في هذا السياق دكتور الشابة، أين هم كبار العلماء وهيئة كبار العلماء؟ يعني ألا يرون مثل هذه المشاهد تحتاج وقفة، تحتاج فتاوى، تحتاج جرأة في قول الحق؟ أين هؤلاء؟ نعم، هو حقيقة تم تصفية هذا العنصر في يعني المملكة العربية السعودية، إما إلى المعتقلات أو إلى التخويف والترهيب أو إلى الشراء أو إلى أنهم طبعا يعني هذه الهيئة أيضا يعني أو يعني المشايخ الذين هم موظفين عند الحكومة هم يمشون على ما تقوله الحكومة ويفتون على ما تشتهي الحكومة. لا نستطيع أن نتهم الجميع بأنه بهذه الصورة بطبيعة الحال، لكن هناك إرهاب موجود على أرض الحرمين، هناك أيضا طبعا يعني منهم طيب. من أصيب بالطمع يعني دعنا نأخذ النصف الثاني من الصورة أو الواقع هناك في السعودية. قد يقول قائل القريبين من السلطة أو المؤيدين لسياساتها، لما لا؟ الشعب يريد أن يحتفل، يريد أن يفرح، يريد أن يرقص، يريد أن يتنكر، يريد أن يمتع نفسه، وهناك أيضا شيء من المداخيل الاقتصادية، فما المانع؟ يعني لا يوجد مانع شرعي بين ظفرين. كيف يرد على مثل هذا القول؟ نعم، أول حقيقة لابد أن نتكلم فيها وأن هذه لم تكن عبارة عن استجابة لمطالبات شعبية. المطالبات الشعبية في السعودية واضحة وجلية، نحن أمام اعتقالات موجودة للمشايخ والعلماء والمفكرين السعوديين المتميزين، وهناك مطالبات كبيرة جدا بالإفراج عنهم، ولا نجد أي استجابة، بل إن الوضع يزيد يعني سوءا. هناك مطالبات كثيرة بإيقاف هذه الحفلات وهذا السوء الذي يحصل، لكن هذا التوجه الحكومي الذي تقوم فيه الحكومة السعودية قائم على رغبة حكومة، ولذلك هناك الرأي الواحد فقط. لما كانت الحكومة السعودية تتوجه نحو أن تستخدم الدين كغطاء
كان على الشعب كله أن يلتزم بمثل هذه الصورة، كان على المرأة أن تتحجب بغطاء كامل وممنوع عليها الخروج، كان ممنوع عليها قيادة السيارة. لكن اليوم لأن توجه الحكومة توجه آخر، فبدأت الأمور يعني كما تريد الحكومة وأكثر، وانطلقت إلى الأبعاد التي تريدها. وهنا الحكومة تريد أن ترسل رسالة أنه لا أريكم إلا ما أرى، وأنه كل مشايخكم وكل علماءكم الذين كان بالإمكان أن يقولوا كلمة وأن يؤثروا على الشارع غير توجه الحكومة هم في المعتقل، فمصير كل من سيتكلم وكل من سيعارض الاتجاه هذا نحو المعتقلات. وبالتالي احنا نستطيع أن نفهم المشهد بشكل واقعي من الأحداث التي نراها بأن هذا إجبار للشعب. ويعني أيضا الشعب اليوم يشعر بأنه تجرف هويته رغم أنفه. يعني حينما تقام هذه الاحتفالات، هل هناك مثلا يعني مجلس شعبي أو برلمان مثلا في السعودية يستطيع أن يقول كلمته؟ هل هناك منابر إعلامية تستطيع أن تتكلم في السعودية؟ الناس يتكلمون من خلال السوشيال ميديا، وبعد ذلك نسمع عن اعتقالات أيضا وعن يعني إجرام في حق من يتكلمون ويقولون كلمة. طيب سيد الشيبة، أود أن أسألك أيضا عن تداعيات مثل هذا اللون من الاحتفالات والخروج على ربما الثقافة والهوية، وهي يعني الباحث الحقيقة، لأنه بعض السعوديين بالتأكيد يحتفلون ولا يعرفون تاريخ هذه الاحتفالات. هي تاريخ وثني مسيحي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد، لا بالعرب ولا لا بالمسلمين. هذه مشكلة الحقيقة بعض العرب، أنهم يقلدون دون أن يعرفوا تاريخ هذا الشيء. أود أن نعرف تداعيات مثل هذه الاحتفالات وهذا الانفتاح بين ظفرين على السعودية، يعني لمن يعود 10 سنوات الخلف لا يكاد يرى هذه المشاهد التي يعني باتت تتكرر من مغنين من راقصين وراقصات. الآن هالوين، قد نرى غدا أيضا الخمر يباع على قارعة الطريق. يعني السعودية إلى أين هي ذاهبة؟ هذا هو السؤال. نعم، هو الحقيقة احنا خلنا نشوف المقصد، وفي هنا سؤال، هل بالفعل مثلا الحكومة السعودية لا تعي هذه المسألة أو ليس لديها وضوح ما هذا العيد وما هذه الفكرة التي هي احتفال بالشياطين واحتفال بالجن، وأنها من أين أتت وما هو تاريخها؟ أنا أعتقد بأن الاختيار إذا كانت الحكومة السعودية ترمي إلى ما ترمي إليه، إلى ما نفهمه ونستوعبه من تجريف الهوية وإلغاء الهوية الإسلامية، فهي قد اختارت بالفعل ما تهدف إليه. اختيار هذا العيد هو مرتبط كما تفضلت بالوثنية، والقضية أنها مرتبطة أيضا بالشيطان، وهذا له معتقد واضح لدى المسلمين. الآن التحدي بأننا سنغيركم رغم أنوفكم، والتغيير سيأتي ليس من باب أنه سوف يتغير الثوب أو سوف يتغير الشكل، لا، سنأتي إلى أهم شيء في الهوية وهو العقيدة. طيب إيش العقيدة؟ إحنا عقيدتنا تحكي لنا حكاية مع الشيطان منذ بداية حياتنا، منذ بداية الخلق، بأن هذا عدو ورفض أن يعني أمر الله عز وجل بالسجود للإنسان. هذا ستذلون بهذا الأمر، وسوف تصل المسألة، يعني أنا لا أعتقد أن يعني المسألة فيها عمق كبير في اختيار هذا النوع من الأعياد. يعني هي لم تحتفل بالكريسماس بهذه الصورة على سبيل المثال، لا، يعني الكريسماس وإن كان هو مخالف يعني للقصة والرواية الإسلامية، إلا أنه لا يشكل ذلك يعني ذلك العمق الذي تشكله هذه المسألة، خاصة مسألة الشيطان والاحتفال بالشيطان والاحتفال بالجن والاحتفال بالعالم الآخر والأرواح وموضوع استدعاء الأرواح مرة أخرى. هذه خلق وهذه فيها أشياء، فهي تحدي للعقيدة الإسلامية بشكل واضح. فبالتالي هل المجتمع السعودي أو مجتمع بلاد الحرمين غائب عن هذه المسألة؟ أعتقد بأن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي فيها زحمة كبيرة جدا بالتعريس بهذا العيد، بل استخدم المشايخ وسائل كثيرة جدا. اليوم أشوف مقطع بسيط حتى لطفل ووالدة يمثلون الموقف ويتكلمون عن هذا المشهد. أعتقد في وعي أكبر مما كان سابقا، إلا أن هناك تعمد كبير وواضح. فما تتجه إليه السعودية والحكومة السعودية هو تجريف الهوية الإسلامية عن المجتمع السعودي بقدر المستطاع. هل سيستجيب المجتمع السعودي
لهذا التجريف، ونتوقع أن نرى مجتمع سعودي خالي من العقيدة الإسلامية بل عدو للهوية الإسلامية، أنا لا أعتقد أبدا، ولا أعتقد أن الأمور ستمضي نحو ما تشتهي هذه الفئة التي تمضي يعني بقبول مثل هذا المشهد. هي فئة لا تشكل الكثير في المجتمع السعودي والله أعلم. الأستاذ أحمد الشيبة المستشار التربوي كنت معنا من لندن، نشكرك جزيل الشكر. طيب إذا اتصل بنا يعني جمهور من بلاد الحرمين سنعطيه الأولوية، ولا أدري، على كل حال هم دائما اللي يتصلون بنا في غالبهم يدافعوا، كل شيء تقوم به السلطة يدافعوا عليه، إن شاء الله يكون أيضا هذه الأرواح الشريرة وهذه الأعياد الوثنية سيأتي من يدافع عنها اليوم، أنا على ثقة من ذلك، لأنه البعض يعني حيثما تميل السلطة يميل، ليس في السعودية وحدها، عندنا هذا المرض في العديد من الدول العربية. صوفيا من ألمانيا تقول: احتفالات الهالوين ترفضها كثير من الدول المسيحية المحافظة لأن فيها تجسيد للشياطين والشعوذات والموسيقى الصاخبة، والتي توقعنا بأن هذا العام ستؤثر سلبا على طبلة الأذن. في واحد عنده طبلة الأذن حساسة جدا، ليش ما تأثرت طبلة أذنه؟ هذا سؤال صوفيا من ألمانيا. على فكرة يا صوفيا، نحن حملقنا بما نملك في هذه الأقنعة، علنا نعثر على أحد المسؤولين، الحقيقة من الصعب. تقول طبلة أذن محمد بن سلمان وتزعجه، ولكن على ما يبدو بأنه مشترك بهذه الحفلات بشراهة، وربما متنكر بشخصية كذا كذا، ويحمل بيده لا أدري كذا كذا. يعني أكتفي بهذا صوفيا. بألمانيا دائما يعني من حقنا أن نعرض وجهة نظرنا، ولكن بشيء راقي أيضا يفيد وليس فيه إسفاف. نأخذ مشارك أبو صقر من ليبيا، تفضل. السلام عليكم سيد سادة. وعليك السلام يا أبو صقر، وياريت رسالة للجميع، طبعا نحاول الاختصار حتى نستقبل أكبر عدد ممكن من المشاركات. الغريب يا سيد صالح أن يتم الاحتفال في دولة كالسعودية التي تحرم حتى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتعتقد بأنه بدع، يعني شيء غريب جدا بصراحة. وهنالك طبعا في ليبيا هنالك ناس محسوبة على السعودية وهو المذهب المدخلي. قبل أبو صقر، أين أنت يا أبو صقر؟ انقطع الاتصال من عندك يا أبو صقر. تفضل تفضل. السلام عليكم. انقطع الاتصال، يا ريت لو تعيد. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. تسمع يا سيد؟ تسمع فيه يا سيد صالح؟ سامعك الآن، تفضل. قلت لك الجمعة اللي قبل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الأخوة اللي تابعين المذهب المدخلي في السعودية قالوا لنا بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. ولكن كيف الاحتفال بالمذهب النووي المولد النبوي بدعة، والاحتفال بالهالوين شيء محبب وفي أرض الحرمين؟ أشكرك على هذه النقطة، نقطة في غاية الأهمية. النقطة المهمة التي أريد أن أوضحها أن الأخوة في السعودية هدفهم البقاء في السلطة، ويعتقدون بإقامة الاحتفالات كمثل الهالوين والاحتفالات الموسيقية تستطيع أن تقربهم من الدول الغربية. شكرا لك أبو سقر، أشكرك، شكرا لك. الأسمري من السعودية، مساء الخير الأسمري. الأسمري من السعودية، طيب ياريت لو يعيد الاتصال. ننتقل لمحمد من فرنسا. محمد، طيب محمد سمعني، نسمع فيك. يا ريت الزملاء على الاتصالات مباشرة لما أنادي على الـ على الـ على المشارك تكون الـ 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 المكالمة أمامي. تفضل يا محمد. السلام عليكم صالح. وعليك السلام. والله الحمد لله، الحمد لله في الإسلام في الغرب. إحنا عندنا عار، عندي 50 عام في فرنسا، عندنا عار الشيء هذاي، لا أولادنا لا ما نحتفلوا حتى بأي عيد مسيحي. واليوم توجعنا بالسعودية كيفاش تعملنا هيك، شنو هذا انحطاط حتى قدام العالم بأكمله. شكر لك محمد من فرنسا، أشكرك. طيب معنا مشارك ثاني، عبد الله مساء الخير. عبد الله، طيب
يا ريت لو عبد الله يعيد الاتصال، انقطع عندك الاتصال يا عبد الله. حكيم من بريطانيا تفضل. مساء الخير صالح. يا هلا بيك صالح. اولا خليني اصحح، كان خطا هنا كبير، هذا مش احتفال مسيح، المسيح ممنوع عليهم يحتفلوا هذا الشيء، لكن الناس يعملوها هو عودة الموتى لبيوتهم. انا لا ارى، انا كعربي امازيغي جزائري لا ارى في هذا الاحتفال يعني شيء، هو شيء عادي، مش هذا ليس مسيحي ولا يهودي ولا فاهم. طيب الاطفال، انا البارح يجون الاطفال البيت نعطيهم الحلوى وكلهم فرحانين، يعني هو يعني اذا اعطيتهم الحلوى خلاص وهم فرحانين يعني صار العيد. اي بالنسبه لهم طبيعي، بالنسبه لك عندك ثقافتك عربيه اسلاميه وعندك احتفالاتك او اعيادك، والا تحتفل بكل عيد انت، كل من هب ودب هو عيدك. هذه الناس تفرح ليله وخلاص، مش يعني مش. شكرا لك على كل حال حكيم من بريطانيا. عبد الله مساء الخير. عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته. على فكرة حتى المسيحية بريء بل تحرم هذا العيد، يعني الكنيسة الفرنسية تحرمه. هي هذه عادة وثنية شامانية من الديانة الشامانية لشعوب اسكندنافيا، شعوب شمال أوروبا قبل أن يتنصروا. فلنعود إلى الموضوع. جميل. الآن يا صالح سيتل علينا الذباب الصهيوني مش الذباب الإلكتروني، وهؤلاء مستعدين حتى تبرير هدم الكعبة كي يبقى هؤلاء في على عروشهم. هم عندهمش حتى مشكلة، هم أحرار يا صالح. مشكلتنا نحن أن بلد ما تسمى زيفا وكذبا بالسعودية هي وقف إسلامي على كل مسلم، ليست ملككم، يجب أن تفهموا هذا. طيب عبد الله سؤال فقط، يعني لا نملك عليه إجابة، ولكن من حيث توقعاتك، هل هؤلاء الذين يحتفلون ويرقصون في الرياض يعرفون تاريخ هذه الاحتفالات وحقيقتها أنها وثنية وأنها استدعاء للأرواح الشيطانية وفيها خروج ربما على الثقافة والهوية والدين وما إلى ذلك؟ أنت يا صالح نعرف قد تتهمني بالتطرف، أنا أقول لك هؤلاء فئة قلولة، وهؤلاء بالأصل أنا لم أشق على قلوبهم ولكن أحكم بالظاهر. هؤلاء يعني مثلهم، هم ملاحدة السعودية وملاحدة تونس، وهم في كل الأمم. العيب مش في هؤلاء في من احتفل، العيب في من سمح له وحرضه وشجعه على أن يحتفل جهارا بهارا، والعيب في من يحارب الإسلام. طيب تركيا للشيخ فرحان وحط تغريدة اللي ما عندوش الزي اليوم يجي بكرة. تركي قال الشيخ هذا يعني شو دينه، شو هويته، شو ثقافته؟ والله هذا ما كنت ساتطرق إليه. دينه وهويته هذا دين الشيطان، هذا من يحتفل بالشيطان هو شيطان باختصار شديد. أنا من بريكم الموقر هذا يا صالح، أنا أطالب بأن استرجع مكة والمدينة من أيدي هؤلاء، ليست ملكهم، يفعلوا في رياضهم في الدرعية قرن الشيطان يفعلون بها ما يشاءون، أما مكة والمدينة خط أحمر وليست ملكهم، وهو وقف إسلامي على أمة. شكرا لك عبد الله من فرنسا أشكرك. سمير من ألمانيا. السلام عليكم دكتور صالح. وعليكم السلام. والله المتعارف عليه كما يقال، من رأى منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المشكلة بتاعي أني يعني في السعودية في حد ذاتها وفي تونس وفي دول المغرب العربي احنا نسمو بأيتام، يعني وتعجبني التسمية هذه لأن فعلا احنا أيتام فرنسا في المغرب العربي، لكن المقلق أن الشيء هذا يوصل السعودية. يعني أنا اللي محيرني علاش الإخوة السعوديين مثلاً ما يقاطعوش، يا أخي المنشار مش يخرجك من دارك بالسيف ويعطيك بدلة تنكرية. أضعف الإيمان، تقوم بقلبك يا أخي، كون ناقد للشيء، ما تقبلش الشيء هذا. إحنا في تونس عندنا وفي المغرب وفي الجزائر عندنا ناس تحتفل بالبابا نوال، ونفس القضية كما أشرت أنت، لازم يعرفوش حتى شنو يقصوا هذا البابا نوال، وهني توا يحتفلوا بعيد الأموات. مانيش عارف في ألمانيا وفي عدة دول بدت الاحتفالات هذه، لكن نسبة معينة من الناس. يعني أنا نحكي لك مثلا الكاثوليك هنا في ألمانيا ولا البروتستانت ولا حشكم بيحتفلوش به، يعني ده عيد مش عيد بتاع يعني. طيب لماذا إذن برأيك بعض الإمعات في عالمنا العربي، ونتحدث هنا عن الرياض، لماذا يحتفلون مثل يعني الفاقدي الهوية وفاقدي البصيرة؟ يعني ألا يشعر هؤلاء بأنهم يخالفون دينهم؟ أنت دكتور وضعت إصبعك على الجرح،
أنت أشرت للظاهرة، الظاهرة هي انفصام الشخصية، هي الشيزوفرينية بتاع المواطن العربي. المواطن العربي قاعد يعاني من انفصام في الشخصية، وألا غالب لعلم الاجتماع ولا السوسيولوجيا مهتم بالمواطن العربي ولا ببحوث ولا بدراسات على شو وصلت نفسية المواطن العربي، يقوم بأي شيء يقول عليه يعني الحاكم بتاعه، رغم أنه يكره الحاكم بتاعه. يعني هذه المشكلة. يعني أنا نعرف أكثرية السعوديين يكرهوا المنشار، لكن هم مطيعين بنوع آخر. ما عارف يعني بصراحة ثم ونحن يعني تكسوس، يعني ما نحبش نحكي بالفرنسية، ما ثم حاجة يعني ما عارف، هي انفصام وإزدواجية الشخصية. كلام جميل، شكرا لك سمير. ربما نحتاج فعلا إلى معالجة مثل هذه الظواهر بشكل أعمق، علماء اجتماع وعلماء نفس. لماذا نحن هكذا؟ الحاكم ربما عنده ارتباطات. الحقيقة التوجه هذا ببلاد الحرمين لا يمكن أن يكون بعيد عن تنسيق غربي، وربما أخطر من التنسيق الغربي. يعني جر بلاد الحرمين، جر قلب الأمة الإسلامية، جرها إلى هذا الطريق. هو ليس عبثيا، ليس حدث عارض، ليس صدفة، ليس اجتهاد من محمد بن سلمان وتركيا للشيخ، لا 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 لا، المسألة أعمق من ذلك بكثير. أنت إذا سيطرت على قلب العالم الإسلامي وحولت الهوية كما قال ضيفنا منذ قليل، أو جرفتها تجريف، تستطيع أن تعطل هذه الأمة، تعطل تقدم هذه الأمة لمئة سنة قادمة. بالتالي هذا الفعل لا ترونه بسيط، ولا ترونه محصور باجتهاد حاكم أو ولي عهد. الأسمري من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا صالح، ارحم نفسك يا رجال، لك 10 سنوات تصيح وتليح على السعودية. لن أمل ولن أكل. تتطرق السعودية يا رجال، مت بغيظك أنت وأمثالك. السعودية من تقود العالم، رضي من رضي ولطم من لطم. طيب عزيزي الأسمري، أصواتنا لن تبح بحول الله، طبعا خالقها هو يقدر أجالها، لكن سؤال فقط. إذا أنتم الاحتفال بالمولد النبوي تعتبروه بدعة، فالاحتفال بالهالوين هذا شو حكمه عندكم؟ يا صالح جاوبني تفضل. انقطع الاتصال من عندك يا أسمري. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع اللي تابعوا فينا. أنا متأكد هناك متابعة كبيرة في السعودية لهذا البرنامج وعندي علم، لكن الكثير منهم طبعا لا يجرؤ على الحديث. أنا أرحب بمن يستطيع على الحديث، يتفضل ويشارك ويسمعنا صوته. حسن من الجزائر. حسن من الجزائر. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. والله عندي مجرد تساؤل، هل الاعتقالات اللي صارت في السعودية للعلماء والدعاة عنده علاقة بالبرنامج التخريبي اللي لا يحصل بك لكي لا ينكروا عليه؟ شكرا لك، سؤال وجيه. شكرا لك حسن من الجزائر. حجلاوي من بلجيكا. طيب عبد الرحمن من المغرب. طيب نعود للواتساب، أريد أيضا أن أعطي فرصة للجمهور الآن. مصطفى من هولندا يقول يضيق صدر الشيوخ السعودية باحتفالات المسلمين بالمولد النبوي، ويتجندون كل سنة لتبديع وتفسيق من يحتفل بالمولد أو من يخرج أو يخرج زكاة الفطر نقدا، ولا من ينبس ببنت شفا عن بدع وكفريات وشركيات الهالوين. هل المولد بدعة والهالوين سنة؟ سؤال ممتاز من مصطفى من هولندا. عصام من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. تحية خالصة أخي صالح. يا هلا بيك. بارك الله فيك. الله يجزيك خير، أنا من الجزائر ونحبوك. نحبوك يا أخ صالح. الله يبارك فيك يا غالي. الله بارك الله فيك. أنت إنسان منصف، عندي هذا المداخلة. أنا إنسان جزائري، نطرح سؤال واحد. أين تذهب مقدرات وأموال الخليج منذ عقود استعملها آل سعود، دعموا حركة الإخوان لضرب حركة أخرى ثم انتقام من حركة الإخوان؟ أنا أريدك أن تطرح سؤال عن السعوديين الذين يتصلون بك.
شكرا لك. أشكرك عصام من الجزائر، شكرا لك، مداخلتك مقدرة، ولكن طبعا نبقى دائما في إطار ما نطرح من مواضيع لا نخرج عنها. هذا سؤال خارج عن سياق موضوعنا الليلة للأسف. زيد من الأردن يقول: ما يجري في الجزيرة العربية وخصوصا في بلاد الحرمين هو توجه علماني يحارب الله ورسوله، وميزة الثورات العربية بأنها كشفت الأنظمة التي اتخذت من الدين تجارة، وما نراه في بلاد الله الحرام هو مقدمة سقوط آل سلمان. يقول زيد من الأردن. صالح من المغرب يقول: السعودية تحتفل بعيد وثني تنكري على مرمى حجر من الكعبة. الله أكبر، والله أنت ضربت في العمق، الله يسامحك. الصحابة الكرام كسروا الأوثان والأصنام، الآن تعود الأصنام والأوثان على مرمى حجر من مكة والمدينة، لأن هذه الأقنعة وهذه استحضار الشياطين هو نوع من هذه الوثنية. الله أكبر، الله أكبر. طيب، علاء الدين من أمريكا، مساء الخير. سيد صالح، أنت مساء وأنت بالمثل عزيزي. يا ريت ترفع صوتك قليلا. إن شاء الله. تفضل سيدي. الموضوع حساس، حساس جدا يعني. لو نحلل الموضوع بموضوعية وبمنطق، أنت بتعرف منذ عام 1980 المملكة العربية السعودية ابتعثت عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات السعوديين والسعوديات إلى أوروبا والولايات المتحدة. منهم من مكث 4 سنوات، ومنهم من مكث إلى مدة 10 سنوات إذا درس الطب. في هذه السنوات الإنسان يتشرب بعض ثقافات الغرب. ففي السابق كان قبل السوشيال ميديا كان الموضوع مغطى عليه، هو مش بس بالسعودية، هي في كل الوطن العربي. طيب علاء الدين، لماذا يعني أنا الحقيقة ألاحظ أنه أحياناً المقيم في أوروبا أكثر تمسكاً بدينه وثقافته ممن يأتي زيارة أو دراسة ثم يعود، لماذا هذا الضعف في الشخصية كما أشرت إليه حضرتك؟ نعم، هنا مربط الفرس، لأن المقيم في أوروبا أو في الغرب عموماً كالقابض على جمر، يعني لأنه مقيم في مجتمع معظمه من غير دينه، فمضطر أنه يظل متمسك في دينه لآخر نفس في حياته. المسلم الذي يأتي إلى الغرب للدراسة ويعود، ما بعرف، هي إحنا نريد علماء نفس يحلل أنه هل هو يحن إلى الأيام التي كان فيها بالغرب لمدة 4 سنوات أو 10 سنوات التي كان يعيد فيها هلوين أو يذهب فيها إلى البارات، نعم، أو الله أعلم. شكرا لك علاء الدين، أشكرك وأعذرني طبعا لضيق الوقت. دقيقة واحدة أقسمها بين أحمد من فرنسا وحجلاوي. أحمد تفضل. أخ صالح السلام عليكم. وعليك السلام، في نصف دقيقة لو تكرمت. يا أخ صالح، هذا والله حاشا المقيمين يعني السعوديين، حاشا، مش كامل، مش بقول كامل، بس الأغلبية يا أخي شبعوا بطونهم وما صابوا وش يعملوا، وشوف التيك توك، في التيك توك تاعهم شوفوا وش يعملوا. والله يا أخ صالح يتأسف الإنسان اليوم الصباح شعلت التلفزيون وشوف الأخوان السوريين متشردين، والله كيفش قايمين مسكين في الخيم، والفلسطينيين ليش ما يتبرعوا بذل النقود لما يبذروها في الهولوين، هذا ما يعرفوا حتى وش هو هولوين، ويبرعوا في الدراهم يمين ويسار، والله يتحاسبوا عليها يوم الحساب. والله صدقني يا أخ صالح ما هم فلتين حتى في الأرض. شكرا لك أحمد من فرنسا. سامي من ليبيا، سأعود الحجلاوي. سامي من ليبيا، مساء الخير. أيوة تفضل سامي. السلام عليكم. وعليك السلام. بعجالة لو تكرمت. ولا سيد داني، بتكلم على المرجي هذا اللي في ليبيا، المداخل هذا يحردوا على الفتنة في ليبيا والدم، ويصمتوا زي توا يعني في الاحتفال بالهالوين، واحنا محرمين العصيدة أكلها يعني، حرموها، طلعوا في المنابر ويحردوا على الشيوخ، ووصلوا بهم وقتلوا الشيخ نادر العمراني وجدت لتوه مش معروف وين. وهذا ماسونية، هذا الشيخ متحم، هذا ماسوني، هو والزايد يتبعوا الماسونية، وحيوصلوا يسلموا المدينة المنورة ومكة لليهود، لأن القصور متاع بني قريضة محفوظة لليوم، بينما يهدموا في المساجد
التاريخية والآثار العثمانية في ليبيا وحافظين قصور بين قريضة وقينقاع في مكة في المدينة حوالينها محفوظة لليوم وحتتسلم في يوم من الأيام. شكرا لك سامي من ليبيا، أشكرك. شكرا لك. حجلاوي من بلجيكا. حجلاوي من بلجيكا بروكسل. تفضل سيدي في نصف دقيقة. شكرا عديلي. أنت على الهواء تفضل. الأخ صالح. أيوه سيدي. يا أخي رب حكام العربين كاملين يعني عملاء ومطبعين، لذا لا يرجى من السعودية شيء ومن أي حاكم عربي شيء. إن الله سيزلزل بهم أكيد الأرض، لأن لا يرجى منهم خير ولا يعتمدون على الإسلام في شيء. شكرا لك حجلاوي من بروكسل، أشكرك. طبعا اعتذر من مشاركين ينتظرون، واعتذر أيضا رسائل كثيرة الحقيقة، سأختار رسالة أو اثنتين يعني باختصار لأن الوقت ضيق. رياض من تونس يقول لا يستغرب، كلنا نعرف أن المنظمة الماسونية وأعوانها من زعماء العرب هي من تقف على إفساد المجتمعات العربية والإسلامية من إدخال طقوس وأشياء محرمة مثل الهالوين وعيد الحب، لذلك البداية جاءت من بلاد الحرمين كما يقول. مشاركة من السعودية، محمد سياف من السعودية يقول أرض الحرمين كنتم بالأمس تصفقون للرافضة وهم يقصفونها بالصواريخ واليوم تتباكون عليها، مين اللي صفق لقصفها من قبل الرافضة؟ أي رافضة يا رجل؟ والله العظيم ما فيكم واحد جري اللي تشاركوا معنا، إما أنكم ذباب إلكتروني كما يسمى، يعني أشخاص وهميين وفي واحد يحرك في الانترنت من هناك، أو أنه أشخاص يعني ما عندكم جرأة تعبروا عن مواقفكم. تو هذا رد بربك محمد سياف، أنت سعيد بهذا الرد؟ أنا أستحي والله مكانك يا رجل. المولد النبوي حطيتوه بدعة ولكم ذلك يا سيدي، الآن مش قادرين تقولوا كلمة، دافعوا عن دينكم يا رجل. أم أنك تخاف السلطان وولي العهد أكثر من خوفك رب العالمين؟ أنا أقول طبعا ردا على بعض المشاركات، ليست كل بلاد الحرمين هكذا، ليست كل بلاد الحرمين تحتفل بعيد وثني غير معروف الأصل، أغلب بلاد الحرمين ما تزال على الطريق الصحيح والصواب، وبلاد الحرمين ليست هذه الوجوه التي نراها مقنعة من مسؤولين وغير مسؤولين. هؤلاء الذين ترونهم أيها السادة هم السحارة الخربانة كما يقال في سوريا، أهلنا المشارقة السحارة، يعني الصندوق الخارب من كل البضاعة، من يفقد هويته وثقافته وينجر مع احتفالات لا يعرف أصلها ولا عنوانها، هو بالتأكيد فاقد لعنوانه وثقافته وهويته. وهذه الوجوه ليست كلها، لا تمثل كل أو أغلب بلاد الحرمين ولله الحمد. طيب رسائل كثيرة أمامي الحقيقة، أشكركم جميعا أصحاب هذه الرسائل، ربما رسالة واحدة. طيب هل تساءلتم عن أصل وجذور هذه العائلة؟ ثم أين هي قبائل بنو قريظة وبنو نظير وبنو قينقاع؟ هل انقرضوا؟ يتساءل. طبعا الحقيقة لا نريد أن نغوص في مثل هذه الأسئلة. إدريس من ألمانيا أشكرك أيضا، ورسائل كثيرة ولكن لا أرى الاسم. طارق من ليبيا أشكرك أيضا وأشكر آخرين، أشكركم جميعا. سنعود طبعا أنا والزملاء لهذه الرسائل ونستفيد منها في حلقات قادمة، ولكن أنتقل كالعادة إلى فقرتنا الأخيرة مراسلو الرأي الحر. أبدأ الليلة بابتسام عياد. ابتسام تقول مصر كانت وما زالت هي البوصلة في إصلاح حال الأمة، لهذا فالترقب في كل الوطن العربي يرعب كثير من الطغاة العرب ويخيف السيسي وزمرته من الحراك القادم الذي في أغلبه أناس ادعى السيسي أمام العالم بأنهم من مؤيديه. شيماء القرني وهي سعودية تقيم في ألمانيا تقول ما حصل للداعية السديس والذي وصف ولي عهد السعودية بالملهم وذو النظرة الثاقبة، ولكنه لم يشكره بما يكفي على مشروع نيوم للملاهي الليلية وعلى إحضار هيفاء وهبي للغناء والرقص في بلاد الحرمين، قد يصبح عبرة لمن يتمسح أمام بلاط الحاكم فقط من أجل مصالح مالية شخصية كما تقول، ومن هؤلاء كثر في مصر وتونس. عبد الله من مصر.
لكن له يا مصر التعليم، الدروس الخصوصية لهالكلمة العليا، والمدارس أصبحت صورة لجميع المراحل، الصحة، الناس يموتون ألماً لارتفاع أسعار الكشف والدواء، الكلاب والقطط عذراً لا طعام لكم في مصر، فقد صار للمصريين طعام أرجل وأجنحة الطيور كما يقول. ابحثوا لأنفسكم عن هجرة، أنا بشتغل 3 وظائف، يقول عبد الله من مصر. محمد الجابسي يقول إن مشاكل تونس خاصة وشمال إفريقيا عامة سببه عجوز الاستعمار، ما دامت فرنسا دولة قوية فهي لن تتوقف عن دعمها لطغاة العرب. فرنسا قاهرة الشعوب وناهبة الخيرات، وهي التي تتصدى لكل محاولات الإصلاح والديمقراطية عن طريق عملائها الذين مكنتهم من مفاصل الحكم. أختم بالحاج يوسف من المغرب، أرسل إلينا بهذه المشاركة وهي فيديو تشير أو يعني يصور فيها مشاهد لشغب بعد انتهاء مباراة الرجاء الرياضي والحسينية أكادير أو الحسنية أكادير، نتابع. شاهد إذن لشغب الجمهور، جمهور الكرة، عقب انتهاء مباراة الرجاء البيضاوي والحسنية أكادير، أرسل به إلينا الحاج يوسف من المغرب. يا ريت الحاج يوسف أو غيره اللي يرسل مرة ثانية فيديو مثل هذا أيضا، يكون يسجل ويعلق بصوته حتى يكون يعني هناك تعليق وتعريف أكثر بالمشاهد. نختم بهذا الرقم كالعادة، رقم الفقرة، فقرة مراسلو الرأي الحر، لمن يود أن يرسل إلينا برسالة كتابية لا تزيد عن 5 أسطر أو فيديو لا يزيد عن 1 دقيقة. الرقم أمامكم 0044-77-627-60-809، مرة أخرى 0044-77-627-60-809. ومرحبا بكل مراسلاتكم، هذه الفقرة هي فقرتكم. بهذا نختم حلقة الليلة كالعادة، نشكر كل من شارك معنا وساهم كالعادة في هذا الحوار والنقاش. لقاءنا بكم يتجدد كالمعتاد يوم غد بحول الله. إلى اللقاء.